مرحبا يا مبدعين، معكم يسرى من قناة يسرى فارس لتعلم الرسم. فيديو اليوم سوف يكون فيديو لتعلم الرسم لكنه مختلف عن باقي الفيديوهات تماما. سوف نقوم بتجربة ألوان سوفت باستل معا. لدينا هنا علبة تتكون من 24 لون. نبدأ بتلوين الجهة السفلية من الورق باللون الزهري، ثم ندمج بأحد أصابع اليد. ألوان الباستل تتميز بكونها تباشيرية، هذا ما يجعل منها تندمج بسهولة. بإمكانكم الدمج بالأصابع اليد أو المناديل أو الفرشاة، ثم ألون في الجهة العلوية من الورق باللون الأزرق الغامق، ثم الدرجة الثانية من اللون الأزرق، ثم الدرجة الثالثة. كل درجة من اللون تكون أفتح من الدرجة التي قبلها. نلون هكذا لكي يظهر لنا تدرجات السماء. بإمكانكم استعمال لون واحد فقط، لكن حاولوا تدريجه بتخفيفه، أي في الأول بإمكانكم الضغط على اللون لكي يبدو غامقا، ثم تخفيفه لدرجة أكثر. هكذا يتكون لديكم تدرج اللون. ندمج بين الألوان فيما بعضها. أدمج كذلك بين الألوان بالأصبع فقط. بعدها أضيف اللون الزهري فوق الأزرق لكي يندمج فيما بينهم. طريقة الدمج كما تلاحظون، نضيف اللون ثم نضيف اللون التالي ثم اللون التالي نضيفه، لكن كذلك نضيفه على اللون الأول كي يبدو مندمج فيما بينه. صراحة أعجبني الدمج بالأصابع لأنه يسهل في دمج الألوان فيما بينها، خصوصا كونها ألوان تباشيرية فتدمج بسهولة بالأصابع. أضيف اللون الأبيض بهذه الطريقة فوق الأزرق ثم أدمج فيما بينهم، ثم أضيف اللون الأزرق الغامق ثم أدمج كذلك. ثم أضيفه أيضا، ثم أدمج، ثم أضيف اللون الزهري، ثم أدمج. هنا أقوم برسم أغصان الشجر بهذه الطريقة بلون أسود من الباستل، لكن عبارة عن أقلام خشبية. بخصوص من يريد معرفة الألوان أو الأدوات التي أستخدمها، ما عليكم سوى مشاهدة الفيديو الخاص بالأدوات التي أستخدمها، سوف تجدونه في صندوق الوصف أو في القناة. أرسم الأغصان بهذه الطريقة ثم أدمج بالأصبع. لا عليكم من الأغصان، فهي بطريقة عشوائية، كذلك دمجها بطريقة عشوائية. بإمكانكم رسم أي شكل بدل الأغصان. أعيد الرسم فوق الأغصان باللون الأسود الخشبي العادي، لأن الباستل عندما ندمجها يتم تخفيف اللون، لذلك قمت بالتلوين باللون الأسود الخشبي العادي. كما قلت الأغصان بشكل عشوائي، كذلك بإمكانكم رسم أي رسمة بدل الأغصان، أو كذلك رسم الرسمة بدون أغصان. أضيف الأغصان بشكل عشوائي هكذا. الأغصان بهذا الشكل على أساس كأنها هناك رياح. التلوين بقلم
خشبي أزرق من الباستل. إذا أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات، أي فيديو رسمة مع دردشة وشرح، ما عليكم سوى ترك لي مواضيع التي تخص الرسم التي تريدون أن تروها في القناة. لا تنسوا ترك لي آراءكم على الرسم في التعليق، وإن شاء الله نلتقي في فيديو آخر. دمتم بخير.